من غير لا لف ولا دوران. احنا مش مكملين في الجوازة دي، وانا جاي اخد الشك. حاضر يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك. اتفضلي يا حبيبتي. لا اطمني اطمني، مش هتلاقي حاجة ناقصة. اه طبعا دي بالشيء الفلاني، يا ريت بقى تحوشوا بنتكم عن ابني. لا يا حبيبتي ما تقلبيش الآية، يا ريت تبعدي ابنك عن بنتي. أنا أساسا ما كنتش موافقة على الجوازة دي على فكرة، لولا عبد المجيد عمل خاطر للأستاذ فهمي. لكن أنا الجوازة دي ما تلزمنيش، أنا بنتي هتكون دكتورة إن شاء الله أحسن من ابنك 100 مرة. لما نشوف يا أختي، مين ده اللي هيرضى يتجوز واحدة ابوها رد سجون؟ طب من غير غلط يا ريت تتفضلي بره. رد سجون قال استغفر الله العظيم يا رب.